يقول السائل: هل تشرع قراءة القرآن جماعي بصوت واحد؟ لا يجوز هذا إلا للتعلم، إذا كان طلاب يتعلمون ويقرؤون جماعة من أجل أن يضبطوا الآية، لأن كون المدرس يدرس كل واحد على حدة هذا يشق عليه، فإذا درسهم الآية جميعا ونطقوا بها جميعا فلا بأس. أما من ناحية التلاوة، التلاوة لا، ما تكون جماعية، التلاوة كل يتلو لنفسه.